امبارح انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، واللي بيقام تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دولة البرتغال كضيف شرف للمعرض السنة دي. المعرض بيعتبر أحد الآليات لتطبيق مخرجات البحث العلمي بمشاركة أكثر من 200 فكرة وابتكار من مصر وكمان دول عربية وأفريقية وأجنبية. نتابع. المركز بيقدم في المركز في المعرض منتجات مختلفة بتستخدم في علاج بعض الأمراض. يعني مثلا احنا جايين هنا بنعرض مركبات بننتجها من حاجة اسمها الطحالب، ده مشروع بتموله الأكاديمية وبيموله الاتحاد الأوروبي، وبننتج منه حاجتين، بننتج الوقود الحيوي اللي بيستخدم في المركبات وفي السيارات عشان نقلل الانبعاثات الحرارية، وبننتج أيضا بعض المركبات الطبية اللي بتستخدم في علاج بعض الأمراض. احنا المشروع بتاعنا عباره عن اير دروب موجه بدقه باستخدام تكنولوجيا عسكريه. احنا استخدمنا الاير دروب بحيث ان احنا ننقل الشحنات عن طريق الاسقاط الجوي، واستخدمنا تكنولوجيا عسكريه زي الجي بي اس والاي ان اس، واللي استخدمناها من قنابل الجي دام اللي بتستخدم في التوجيه الدقيق والقصف الدقيق. احنا عملنا البروجكت بتاعنا على 3 مراحل، هي مرحلة بتبقى موجودة في الطيارة، ومرحلة بتاعت اسقاط الدروب وتوجيهه، والمرحلة اللي هي بيبقى فيها المكان اللي هينزل فيها الدروب وهيتم بعد كده نقله للمطار. المعرض ده مختلف عن المعارض التانية بحيث ان احنا شفنا مشاريع زي مشاريع عسكرية وفي مشاريع فنية كتيرة، وكمان شفنا شوية جامعات مقدمة شوية حاجات زي المشاريع وكده برضه. احنا بنشارك الحمد لله السنة دي في 10 مشروعات على مستوى الجمهورية، احنا 52 فرع على مستوى الجمهورية، اتقدموا عدد من الطلاب عندنا من كل الفروع، وتم اختيار افضل 10 اختراعات اتقدمت للأكاديمية. احنا ده المرة الرابعة اللي بنشارك مع الأكاديمية، وشرفنا قبل كده بالاشتراك معاهم وتم فوز عدد كبير جدا من طلابنا. طبعا ما فيش معرض في الجمهورية كلها بيتم فيه اللي بيحصل عندنا هنا، اللي بيهتم بالأطفال الصغيرين مهما كان عمرهم، بيهتم باختراعاتهم، بيهتم بأفكارهم، بيدعمهم في كل مكان. أنا ما اشتركتش في أي معرض تم فيه الكلام ده غير هنا في معرض الابتكار الدولي. جاي النهاردة المعرض بعرض البروجكت بتاعي، هو مشروع عن مستحضرات التجميل. احنا بنستبدل يعني مستحضرات التجميل الموجوده في السوق، احنا بنعملها بس بطريقه طبيعيه، بنستخدم مواد طبيعيه موجوده بوفره في مصر، وده بيخلينا نتجنب اي مواد موجوده في المستحضرات المستخدمه اللي هي اصلا ممكن تسبب سرطان الثدي ومشاكل تانية كتير. النهارده الحقيقه هو حدث غير عادي، احنا ده المؤتمر معرض مؤتمر القاهره الدولي السابع في الابتكار، بقالنا 3 سنين تقريبا لم يعقد. السنة دي بيعرض الحقيقة بنقدر نقول بحجم غير تقليدي من المؤسسات، 88 مؤسسة بتعرض ابتكاراتها وابداعاتها، اكتر من 60 شركة ناشئة اللي احنا بنطلق عليها ستارت اب. ستارت ابس دي اللي هي تبقى شركات بيحولها الطلاب او الباحثين، بيلتقوا مع الصناعة او بيكونوا شركة بنفسهم، فبيحول الابتكار ده إلى صناعة. فعندنا 60 شركة، أكتر من 1000 ابتكار النهاردة موجود الحقيقة في المعرض اللي حضراتكم مشرفينا بيه. ده معناه إيه؟ معناه إننا بنؤكد على إن البحث العلمي والابتكار بدون الاستفادة منه في تعميق وتوطين الصناعة المحلية هيبقى الحقيقة ما هواش بنستغل البحث العلمي والابتكار بأسلوب صحيح. عشان كده في الفترة دي لو تلاحظوا حضراتكم إحنا العديد من نقدر نقول المناسبات الاحتفاليات اللي بننظمها علشان نحتفل بالباحثين ونظهر كيف يمكن تحويل هذه الابتكارات والإبداعات إلى منتج حقيقي تستفيد منه الدولة في توطين الصناعة عشان نقلل الاستيراد ونكتر من التصدير، وده وفقا لرؤية الدولة 2030. السنة دي برضو الحقيقة المعرض بنفتخر بأن معانا ضيف الشرف البرتغال. البرتغال مشرفانا وزيرة التعليم والبحث العلمي البرتغالية، تم توقيع 4 اتفاقيات للتعاون بين الباحثين بتوعنا والمراكز البحثية
اللي عندنا وهيئه تمويل البحوث والابتكار مع الهيئات البرتغاليه، ده كله علشان الباحثين بتوعنا سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع البرتغال.